الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، طبعا نحن لا نضيق ذرعا بالأطفال عندما يكون هذا أمر طبيعي، ولكن يعني ربنا يبارك فيهم وينبتهم نباتا حسنا ويجعلهم مسجديين يتعودون المساجد، لكن نحن نبكي من أباء الأطفال. يعني أنا معي طفل، إما أن أصلي آخر صف صف الخلفية، أو أن يعني هذا الحر الشديد قد يكون الأب مضطر لأن يحمل ولده أو الأم إلى المسجد وإلى الجمعة نتيجة أنهم في يعني ظروف معينة. نحن لا يعني نقدر ظروف الناس، لكن أنا معي طفل لا يجب أن أتقدم به إلى الأمام، هذا أمر. الأمر الثاني، أنا لا أدري من الذي علم المسلمين أن لما يسمع الآذان والإمام على المنبر قبل الخطبة أن يتوقف، ينصت الآذان، تبدأ الخطبة، يبدأ يصلي لا إله إلا الله. أنا مش عارف مين الفقيه ابن الفقيه اللي مش فقيه اللي علم المسلمين هذا، يفضل واقف زي العمود لغاية ما الراجل ينتهي من الآذان يبتدي هو يصلي. أمر غريب يا مؤمن، الخطبة كأنما تقوم مقام الركعتين الظهر. لذلك من قال لجاره والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى. يعني أنا لا أدري يعني من أين جاء المسلمون بهذا الفقه. أنا عن نفسي لو أن قارئا يقرأ القرآن وأصلي أنا أشوف أكون مشوش. يعني إذا بدأ الإمام قال صلى الله عليه وسلم يعني جلست الملائكة وأغلقت الصحف، يعني مع صعود الإمام، وإذاك أنت تبشر كل الذين يأتون في نصف الخطبة أنه اسمه مش مكتوب في خطبة الجمعة. هو لم يحضر الملائكة أول ما الحمد لله الملائكة أغلقت الصحف، خلاص من كتب فقد كتب، اللي جاي ده متبغدد على راحته هو حر. ده واحد يعني ويجعلون لله ما يكرهون. الطيارة لما تكون الساعة 5 الساعة 1 الظهر هو في المطار لأنه يخاف. لو هيعمل مقابلة في شركة مؤسسة جديدة الميعاد الساعة 9، الساعة 6 الصبح واقف يحوم حول المكان ويروح يشوف المكان فين الأول قبلها بيومين لأنه حريص على دنياه. يا أخي خليك حريص على آخر دي الجمعة، من الجمعة للجمعة، يعني مش كل صلاة، كل صلاة خير وبركة. والمساجد أصلا معمولة لصلاة الجماعة، ولكن صلاة الجمعة لها خصيصة. فحبيت بس يعني إيه يعني نوضح هذا الأمر. صلوا على رسول الله، مالكم منصتين كده ما شاء الله عليكم. نحن في أيام المباركات نسأل الله أن ينزل البركة على العالم الإسلامي وعلى ربوع المسلمين، وأن يفك الله كرب المكروبين، ويسد دين المدينين، ويقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يربي لنا أولادنا وبناتنا على الكتاب والسنة، وأن يردنا جميعا إلى ديننا ردا جميلا حسنا. وإن أراد بعباده فتنة فلتقبضنا إليك يا رب معافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. أمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، عندك هم، ماذا تصنع؟ هذا الهم يقض مضجعك. الهم ده خلي حياتك كلها مرارة، فتنسى تماما أنه منعم عليك بنعم أخرى. مثال واحد عليه دين، راح تهور وراتبه محدود، خطى نحو البنك، وجد رجلا ذو أسنان بيضاء وسبحان الله كلام طيب وبالضبط يغرك ثم يضرك، تعال خد بس انت ان شاء الله احنا يعني عندنا تسهيلات لغايه ما يعمل له اسهال، لغايه ما يسهل هو بعد كده سبحان الله من الخوف، سبحان عندنا تسهيلات. يضحك عليه، يا ابني انت تاخذ دخلك مثلا 10، عش ب8، لا تعيش ب15، عندك 10 عيش ب8 وخلي 2 سبحان الله. يعني اياك وجهد البلاء،
قالوا وما جهد البلاء يا رسول الله؟ قال أن يحمل المؤمن نفسه ما لا يطيق. ليه أنت تبقى نايم الديون شغال عليك؟ هذا الذي يبتسم في وجهك لما الشيك يرتجع والمرة الثانية والثالثة، ها كيف ابتسامته العسل؟ ها ابتسامته شكلها ايه؟ ها ابتسامته في مخفر الشرطة، صح ولا لا؟ لماذا؟ من الذي اقدمك على هذا الا هواك، الا انك تريد ان تعيش اكبر من طاقتك؟ يا اخي سبحان الله، ارضى بما قسم الله لك. قال يعني يقال في قصص بني اسرائيل، ابليس جاء لايوب قال له يا ايوب لو كنت نبي الله حقا يعني كنت تدعو الله ان يخفف عنك. قال يا لعين انا في نعمة لو علمتها انت لحسدتني انا عليها. نعمة ايه؟ عملت 18 سنة وانت مقعد وانت لا تتحرك وانت عندك شلل رباعي والناس طردوا زوجتك من العمل في بيوتهم خشية ان يكون تحمل عدوى منك، سبحان الله، حتى باعت ضفيرة شعرها عشان تجيب له اكل وطعام، سبحان الله، ورفضوا ان تعمل عندهم. قال له قال لي ربي يا ايوب ارضى بما قسمت لك فرضيت بما قسم لي ربي فصرت اغنى الناس. عنده الرضا، الرضا بما قسم، الرضا بمواضع القدر، الرضا بمواضع القدر. فانت يكون عندك هم، هذا الهم اما بدخل منك او باختبار من الله. في ناس ينزلوا عليك كده من الفضائيات كده، سبحان الله، يعني يدخلوك في قناة الهم، سبحان الله. ولذلك الله يرضى عنك وصية أب، لما تلاقي نباح على فضائية يشتم أناسا أو قوما أو مذهبا أو دولة أو أو أو، يا أخي صم آذانك عن الكلام القبيح، ما فيش داعي تفتح. ألا أنا عايز أعرف الناس، كما قلت لك من قبل، لو قلت لك أن ولدنا فلان هذا فيه من الصفات الخيرة ما شاء الله، خلوق وكريم ومؤدب ومحافظ على الصلاة ومزكي وبر بأبيه وأمه ومطيع لزوجته وحسن الأخلاق مع جاره، تبدأ أنت في الملل من بعد الصفة السابعة الحسنة، متى تستيقظ؟ ولكن هو بصراحة فيه عيبين. أيوة العيبين دول تعال انا اكمل لك عليهم يا حبيبي. لا اله الا ده دليل على ايه؟ ان القلب مريض. تعرف مين قلبك مريض؟ انك تحب ان تسمع عن الناس الشر. ما الذي يجعلك تحب فلانا وتكره فلانا؟ القواسم المشتركة اللي بينك وبين فلان لو اعدتها الى المنبع وجدنا قواسم مشتركة. بالله عليكم، مش احنا كلنا صلينا الى قبلة واحدة وسمعنا اذانا واحدا ونقرأ كتابا واحدا، ولا في نسخ من المصحف نسخة واحدة، سبحان الله. طيب لماذا هذا الصراع الموجود سواء في البيوت او في المجتمعات رغم ان القواسم بيننا مشترك؟ يا اخي الافكار والملكات كل واحد يفكر براحته. يعني الله يرضى عن خالد بن الوليد، رأى الضب امام رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول لا يمد يده الى الضب، قال احرام يا رسول الله؟ شوف أدب الرسول. قال كلا يا خالد ولكن لا أجده في قومي فتجدني أعافه. يعني أنا مش متعود عليه. يعني إخواننا مثلا في بلاد معينة يحبوا الأكل الحريف اللي هو عبارة عن نار الله الموقدة في الأرض ويأكل عادي، وكانوا بيأكل حلوة وانت تتحجر. يا أخي لا تعب عليه، هو معدته كده بس، يا الله خلاص تعودت على هذا، لا تعب. هذه ملكة، يحب ان يلبس الابيض، يحب ان يلبس البني، يحب ان يلبس الاسود، يا اخي البس ما تشاء، تمام. يحب ان يعمل بيته بالطريقه الفلانيه بالطريقه العلانيه. يبقى اذا اترك الناس على ملكاتهم وتعال الى القواسم المشتركه. هدول بس يا سيدنا الشيخ انا وزوجتي ما بيناش قواسم ابدا. طيب هي تعبد الله ولا تعبد حد غير الله؟ حلو جميل. تحب رسول الله ام تبغض رسول الله؟ الله اكبر عليها، ما شاء الله. تصلي الى القبلة ام تصلي الى المسجد الاقصى؟ تصلي بانهي قبلة؟ والله من صلاة ذات القبلتين، تصلي في المحراب، صح؟ بالمحراب اللي انت بتصلي فيه، تمام؟ جميل. متفقين ان احنا عايزين العيال يطلعوا بينا بررة ولا يطلعوا متمردين؟
متى نختلف بقى؟ متى نختلف؟ اما يقول لك انا بقول لك ايه، انا مش عايز البنت دي تطلع زي ستها. هو قصده ستها دي مين؟ مش يبقى انت كده بدات تشتم، كده بدات تجيب لا ادبك صح ولا لا؟ تبتدي يقول لك لا امال انا مستنيها لما تبقى زي امك، ما هي يعني ما لا يسبن احد ابويه. قال يا رسول الله او يلعن احد منا ابويه؟ قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه صح ولا لا؟ يقول له ابوك، يقول له ابوك وامك. فانت بتستعدي سبحان الله العظيم الناس عليه. فاذا في قواسم مشترك، ولا تدخل في الملكات المختلفه، ولا تدخل انفك في اسرار اسهارك، ولا هي تدخل نفسها في اسرار اسرار اذا خبرتها بشيء كان بها. لكن ما فيش داعي للفضول، ما فيش داعي للتدخل. تروح تزور اخوك وتبتدي تسال وتبتدي تعمل والتفاصيل وتفاصيل التفاصيل. يا اخي انت سبحان الله، انا يعني انتوا فاكرين مره زمان جاءني رجل اول ما طلعت الفضائيات، كان بدا يدوا رخص وسماح بانشاء فضائيات تمام. فجاءني احدهم قال يا فضيله الشيخ انا الحمد لله رب العالمين هاخد رخصه فضائيه من الفضائيات، خير وبركه، ماذا ابث فيها؟ قلت والله هقول لك حاجه بسيطه، اجعل نفسك جالسا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. البرنامج ها اللي الرسول يفضل يشوفه من الاول للاخر بثه، والبرنامج اللي تلاقي الرسول مشي فيه منه ها لا تبثه. قال والله ولا نشره الاخبار. مش نشره الاخبار تاتي الفقره الرياضيه؟ نعم. القفز بالزانه تقفز وانت تتابع سبحان الله. هي لابسه يعني نقاب؟ لا اله الا الله. اختراق الضاحيه، اختراق الحواجز لغايه ما كل الحواجز راحت. فسبحان الله لا اله الا انت سبحان. يا رجل يا مؤمن قلت لك عن الغرب عنده سياسه النفس الطويل جدا، وانت عندك مفيش نفس، مش نفس قصير، مفيش نفس. انت عايز ابنك الان يصبح الصبح عمر بن عبد العزيز ازاي يعني؟ بامره ايه؟ ها عايز بنتك دي تبقى تكون اسماء بنت يا اخي ازاي؟ عايزه مجهود وعايزه تعب وعايزه سبحان الله. هم ما عندهمش كده. قالوا ازاي البنات تاخد الاعداديه دي؟ كان زمان 4 سنوات اولي ابتدائي واربع اعدادي 8 سنوات، والبنت تقعد في البيت 8 و6 14، البنت كانت توصل ل 15 16 تكون عانس. الان 36 عبر ما تكون نفسها، وهو 46 لغايه ما ايه ان شاء الله يكون جهز حاله لغايه ما نشوفه هو ذكر ولا رجل. يعني سبحان الله غلطنا ولا ايه؟ المهم يعني سبحان الله. فالمهم فعملوا المدرسه السنيه، المهم بايجاز. قلت لك ان المديره البريطانيه تقول لاولياء الامور احنا بس عايزين الجلباب بتاع البنت اللي هو زي المدرسة يعني اللي ابنك بيقول عليه ايه ها اليونيفورم يعني خلاص يعني الله يرحم سيده كان بمشورة الجاموس، لكن المهم يونيفورم. المهم فاليونيفورم ده كان لما تطلع السلم عشان طويل يدوس على رجل بعض فينقلبوا على السلم. قلت لهم ممكن بس 5 سنتيمتر الجيب بتاع عشان البنات؟ والله دي امرأة صالحة بريطانية بس ايه هي مربية يا استاذ. امال سبحان الله في الستينات هو قال لها في 1869، خلي بالك من التاريخ 1869، قال لها عايزين نقصر الباب كم سنتي؟ 5 سنتيمتر. 1969 اذكر انا بقى عشت 1969 سبحان الله ايام في الجامعة وكده سبحان الله. يعني بعد كم سنة؟ 100 عام، من 1869 ل 1969 كان الفستان كله 5 سنتيمتر. هو خد الخمسة سنتيمتر دي من ايه؟ من طول النفس، من طول النفس سبحان الله. يعني لا اله الا يعني فضل طويل النفس. وبعدين خدوا منين هذا الكلام؟ شيطان الانس تعلم من شيطان الجن.
شيطان الجن لا يمل، انت اللي بتمل. شيطان الجن بيشتغل ضدك كم ساعة في اليوم؟ ها؟ 24 ساعة. والله ما كتب عليه النوم. قال يا امام يا شعبي، قال له نعم. قال له هل ينام ابليس؟ قال له اسكت، لو نام لاسترحنا. ما بينامش من الذين صاح على طول واشتغل ومخلص في عمله، سبحان الله. فالرجل تجرأ على الامام الشعبي عايز يسأله. قال له وله زوجة؟ قال له نعم له زوجة. قال له ما اسمها؟ قال له والله زواج لم احضره. انت مالك بالزوجة؟ اسمها اي اسم يا سيدي وخلاص. ابليس متزوج ابليسة. خلاص انت زعلان يعني؟ ابليسة يعني سبحان الله، شيطان من شطنة بعودة سبحان الله. فانا اريد ان اقول ان انت عندك هم، كيف تتعامل معه؟ اول شيء العالم الجليل لما دخل المسجد ولقى واحد مهموم زي حضرتك كده، بلاش زي كده، زي ناس تانيين عايشين في قارة تانية، خلاص. قال مالك؟ فمن شدة الهموم لم يرد على الشيخ، من شدة الهموم. قال له أسألك سؤالا، هل يجري شيء في هذا الكون على غير مراد الله؟ قال له لا لا، استغفر الله. قال هل يأتيك ملك الموت ونقصت درهما من رزقك او لحظة عمرك؟ قال لا. قال إذن فعلام الهم، انت حزين ليه؟ هو مقدر لك، هذا مقدر الله. طب ما واحد يسأل سؤال يقول لك هو اشمعنى انا من ضمن العيلة كلها او الاسرة كلها والعشيرة والقبيلة كلها الهموم نازله على دماغي؟ طيب هو سيدنا يوسف ما الجرم الذي ارتكبه حتى يرى ما رأى؟ في بلد عربي شقيق، قرية من القرى، الشيخ تأخر حصلت يعني، فتقدم الإمام، أو مش إمام يعني بديل الإمام، الإمام ما جاءش، فصلى من اللخبطة بتاعته ورهبة القبلة وكده، فقرأ سورة يوسف، فيخطئ يردوه، هو حافظ ما شاء الله لا قوة، يخطئ يردوه، واحد على على الفطرة كده، قال له يا شيخ بالله عليك أنت عملت في يوسف اللي ما عملوه إخواته فيه، سبحان فيه آخر. اتقي الله شوية سبحان الله. رغم اللخبطة يعمل ايه؟ قرأ القرآن غالب وليس مغلوب، الواحد يغلط سبحان الله، الواحد يعني. واذا اخطأ الامام في القراءة وصحح نفسه او صحاه تتحات ذنوبه كما يتحات ورق الشجر، لانه بيشعر بذل لله سبحانه وتعالى، لان القرآن له سلطانه، القرآن له سلطانه، لا اله الا الله. فالانسان سبحان الله يعني فانت عندك هم جميل، هذا الهم لا تقل ابدا ليه، لا مش ده، بالعكس مرحبا بشعار الصالحين. انما قال يعقوب ملخصا القضيه، انما اشكو بثي وحزني الى الله. والرسول لما لقى الصحابي قاعد وحزين في المسجد، هموم وديون لزمتني يا رسول الله، قال له الا ادلك عن شيء ان قلته ازال الله همك وغمك وقضى دينك؟ قال بلى يا رسول. طبعا يا ريت. قال قل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول الصحابي فما ان قلتها الا ان ازال الله همي وقضى ديني. يبقى اذا الكلام لما يغدو بيقين يقول لك ايه؟ قبلنا الكثير من الناس. شيخ شيخ سمعتك مرة تقول الواحد لو قال الدعاء ده قلته 100 مرة وما حصلش، ترد عليه تقول له ايه؟ يعني هل تكذب رسول الله؟ حاشاه رسول الله يا اخي. الرسول يقول ان قل يزول، خلاص يبقى قل، بس انت لم تقل بصدق. فكده رجاء ابن حيوة، رجاء ابن حيوة ياخد العطاء من بيت المال 60 دينار، وهو راجع عنده كم بيت كده، ده 5 ده 7 ده 10 ده، يخلص الـ60. ابن اخوه راقبه قال الله، هو عامد عجيب يعني منين بينفق؟ قال يا عماه من اين تنفق؟ قال يا ابن اخي عودت ربي عادة وعودني ربي عادة، عودته ان اوزعها على الفقراء والمحتاجين واعود لالقاها تحت وسادتي. ما ضعيتش. فابن اخوه عمل ايه؟ عنتر، عنترة يعني، بس عنترة ما اسلمش يعني، عنترة شجاع يعني.
فراح موزع العطاء بيت المال ورجع البيت شيل الوسادة مفيش حاجة، شيل البتاعة التانية بص تحت السرير ولا عند اخواننا يقولوا التخت، المهم يعني فقلب الغرفة ولا يعني المخابرات العامة ما بقيش بقى ما فيها شيء. فراح لعمه يقول له انت ورطتني توريطة ما يعلمك ربنا سبحانه، يا عماه صنعت ما صنعت ولكني لم اجد ما تجد. قال يا ولدي صنعتها انا اصنعها بيقين وانت تصنعها بتجربة، انت بتجرب مع الله، الله لا يجرب معه. لما الرسول يقول لك قل اللهم ان قل بس، ربنا سبحانه وتعالى هو عليه ان شوف الابتلاء ينزل وبرد اليقين يهبط فيرفعك الى رؤية حكمة الله جل وعلا في قضائه وقدره. حكمة الله ليه؟ لان فسرنا من قبل اذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. انا سيدنا يعقوب وانه لذو علم لما علمناه، حرم من احتضان يوسف، عاش يوسف 25 او 30 سنة بعيدا عنه ليه؟ ليعده رب العباد عز وجل ليدير الأزمة الاقتصادية. إذن المسألة أريد أن أقول لك أن المؤمن الصادق متوكل على الله عنده يقين، فإن أصابك الهم عندئذ ارجع إلى رب العباد عز وجل. فالابتلاء نوعان، ابتلاء لك دخل فيه أنك لم تربي الولد تربية فاضلة، لم تطعمه حلال، لم تتق الله، ظلمت الناس، فإذا الولد خلاص سبحان الله طلع من نفس القضية. طيب ابتلاء لا دخل لك انت به، واحد كده سبحان الله جاء ابتلاء من حيث لا لا يعني سبحان الله يعني لا يدري ولا يحتسب، ابتلاء مفاجئ، مرض مفاجئ، هم مفاجئ، غم مفاجئ، والمصائب كثيرة. اولا احبائي الدنيا ليست دار تكريم، لا الدنيا دار ابتلاء يعني اختبار يعني، ولا يسعد في الدنيا الا لقع ابن لقع، يعني لئيم ابن لئيم، تافه ابن تافه، هذا الذي يسعد في الدنيا. لكن المؤمن سبحان الله المؤمن دائما يشعر ان الدنيا يريد ان الله سبحانه وتعالى يرفع درجات. كيف الهم رفع درجات؟ الله وانت في بطن امك يعلم ان ايمانياتك سوف تصل عند الموت مثلا الى درجة 75 مثلا، خلينا بالدرجات عشان نفهم تمام. اعمالك الى ان تموت لا تصل بك الا الى 60، خلاص يبقى في كم درجة فرق؟ 15 درجة. يأتي الابتلاء بهذه 15 ليرفعك الله الى ما يريد، هي كده. الانسان يوم القيامة تجد حسنات انت ما عملتهاش، تقول الله الملائكة ستكون اخطأت، من اين هذه؟ هذه غيبة الذين اغتابوك وظلم الذين ظلموك وحقوق اخذت منك دون، يعني في ناس ظلمتك في الدنيا. فرب العباد سبحانه وتعالى يعني الله اكبر يعني لا تضيع. ده الامير الذي قال للسماك الصياد البسيط هات هذه السمكة، قال له والله انا ابيعها لكي يعني انفق على اولاد، فجرها منه سحبه، سحب السمكة من الصياد الفقير عنوة، فشوكة دخلت في اصبع الامين. بالليل بدأ الاصبع ايه يعني الم شديد، جابوا اطباء المملكة والمرفة قال لا هذه يعني زي تسمم غرغرينة، لابد ان يقطع هذا الاصبع. يا الله قطعوا، تاني يوم الاصبع الثاني، تاني يوم الثالث، فرأى في الرؤيا من يقول وعزة الله وجلاله لنقطعن جسدك هكذا اربا اربا بدعوات المظلوم هذا الا ان تسترضيه. طب بالله عليك انت تسترضي الناس ازاي؟ كيف يعني؟ شوف بالله عليك الا تخاف ان تكون انت شاعر انك مظلوم في بيتك؟ طب الا تخاف ان تكون ظالما؟ ها لما ارادوا ان يقتلوا شابا ايام الحجاج فتقف امه تبكي، قال أهكذا يا بني؟ قالت أهكذا يا بني تقتل مظلوما؟ قال يا أمه أتحبين أن أقتل ظالما؟ لا أقتل مظلوم أحسن، صح ولا لا؟ طب أنت عايز إيه؟ عايز أقتل ظالم؟ لا أقتل مظلوم. فسبحان الله، فالإنسان قد تكون أنت
ظالم في صورة مظلوم. الأمر الثالث أن الهم إذا جاء من نعمة الله أنه يريد أن يسمع صوتك. رب العباد عايز إيه؟ عايز تعود إليه وتقوم الليل. شوف كثير من البخلاء لا يخرجون أموالهم، فرب العباد دخلهم في اختبار، ابنه الوحيد يمرض مرض خطير يفشل، فينذر نذرا يقول انا لو الولد ربنا شفاه او اتخرج او البنت ربنا سطرها وتزوجت سبحان الله اخرج 1000 لله سبحان. ان النذر ما فرضه الله على احد لكن يستخرج من البخيل ما لا يخرجه الا ساعة الازمات. لما يشعر ان مالوش الا كده يقول لا طب اتصدق يمكن سبحان الله اعمل الحكاية دي لعل وعسى سبحان الله العظيم. فالانسان المؤمن الصادق يعني الله يرضى عن ابراهيم بن ادم كان لص بيوت وطالع كده سبحان الله بيتسلق بيت صاحب البيت بالليل بيقوم الليل ويقرأ قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. كأن الآية أول ألم يأن للذين أن تخشع، قال قد آن يا رب قد آن يا رب خلاص اللحظة. فحدث أن توقف عن الشر وبدأ يدخل فيه، ثم صار معلما من المعالم وصار قضية الفران اللي في المسجد النبوي في القصة التي تحفظونها عنه. إذن المسألة سبحان الله قد يأتيك رب العباد كما قال ابن عطاء، يعني ربما فتح لك باب العمل، صل وصوم وتذكر وتحج، وأغلق عليك باب القبول، وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. ما تصلوا على الرسول. يعني الإنسان المؤمن إذا جالك الهم لا تشعر نفسك أنك مجرم، أن أنت ظالم، أن لا بالعكس. الناس في الأفلام وفي الطب النفسي يقول يا راجل أنت مهموم، روح تفسح، اتزوج على الغراب اللي عندك دي، سبحان الله لا إله إلا الله، سبحان الحرمة المسكنة تركب الحافلة مع طفل فراحت رجعت في الكرسي الأخير وجلسة تبكي، فالرجل صعبت عليه فخير يا أمطر خير، لقيت له السائق المجرم هذا يقول لي ايه الولد المنفر ده اللي شكله قبيح اللي على كتفك ده، لو انت سكتي له هاتي بس القرد اللي على كتفك ده وروحي شتميه سبحان الله سبحان الله. فهو مش مستوعب، لا يا ابن الحلال دي جاي تشكو، لا حول ولا قوة الا بالله. ابويا قال له نعم، قال له انا عايز 2000. ليه؟ اجيب ملابس وكده. قال له لا 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 خذ 5000 احسن. فالولد ايه عادي ابويا حدم، قال يا ابو انت بتهزر؟ قال له ما انا سيبك تهزر لوحدك انت اهبل البعيد، نهزر مع بعض هزار جماعي ناخد فيه ثواب، اطلب 2000 خد 5 او كلام سبحان. هو احنا هو اداله شيء سبحان الله. الهم اذا زارك فاستشعر ان الله يحبك. اذا رضي الله عن عبد ابتلاه فاذا صبر اصطفاه، فان رضي بالابتلاء سبحان الله اجتباه ثم صار من المجتبين والمصطفين الاخيار. الملائكة ما يزال العبد تأتيه البلايا فتكفر عنه من سيئاته الى ان تبقى له ذنوب كالذر، شوية ذنوب لسه فاضل لسه، فيشدد الله عليه سكرات الموت فيخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. سبحان الله، يعني الله يريد بالعبد خيرا لانه رحمن رحيم. شوف انت الولد عنده 3-4 سنوات والحرارة ارتفعت لدرجة والطبيب لم يجد وسيلة الا لابد من حقنة لابد، فانت تاخد الولد او امه الحنون عليه العطوفة به، يجد الممرضة ماسكة دراع الولد والطبيبة يقول الله انا عايش الولد لمخه الصغير، يقول لك هم دول عالم حيوانات عالم وحوش، ايه القسوة اللي على الطفل اللي هو انا زي الصغير سبحان الله، امي اللي هي بتحضني كيف ان الالم هذا، ويبكي الولد. لماذا يبكي؟ لقلة عقله وضيق افقه. فلما يكبر ويتذكر هذه القصة يدعو لامه ولا ما يدعوش لامه؟ يقول الله، فالله ولله المثل الاعلى يبتليك ليرفعك
ويبتليك ليداويك، وياتي الابتلاء لتتوقف. قول الله، يمكن انا بتعامل بالربا، يمكن في فلوس حرام، يمكن انا بسيب العمل ساعة كل يوم واهرب من العمل والمال بتاعي فيه شبهة، يمكن بهذا الابتلاء يبتدي يعيد الانسان حساباته. فاذا مرض ودخل على المستشفى، هنا يشعر بايه؟ بالذلة لله. وبعدين سبحان الله العظمة بتاعت المريض ايه؟ قال عبدي، الحديث القدسي يوم القيامة، جعت فلم تطعمني، قل يا رب كيف تجوع وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان جاع فاستطعمك فلم تطعمه؟ اولو اطعمته وجدت ذلك عندي؟ عريت فلم تكسني؟ عطشت فلم تسقني؟ نفس السؤال، والعبد يسأل يا ربي، يقول له فلان استكساك فلم تكسو واستسقاك فلم تسقن. الشاهد الرابع، عبدي مرضت فلم تعدني، يقول يا رب وكيف تمرض وأنت رب العالمين؟ يقول أما علمت أن عبدي فلان قد مرض فلم تعد؟ أولو عدت وجدتني أنا عنده. يا الله، يعني المريض أنا إذا زرته، سبحان الله، فاضت الرحمة من مفرق شعر الأخضر، وصلى علي 70 ملك، سبحان الله. والإنسان أولا هيروح يزور أخوه المسلم، بعدين يرقيه، وبعدين إن ما كنتش تعرف الرقية الفاتحة كفى. جميل، الفاتحة، ضع يدك على جزء المريض اللي عند أخوك، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر 7 مرات، وإن كنت أنا أرقي نفسي أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، اللهم كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك على الأرض، أنزل عليه رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ويشف صدور قوم من آيات الشفاء 6. فإذا قرأت هذا بنية خالصة، سبحان الله، أول شيء أخوك يفرح، ثاني شيء قد يستجيب الملك، ثالث شيء الملك يقول لك ولك مثل ذلك. إيه الكرم ده كله؟ فالإنسان هذا هو طبيعة المؤمن، مش أروح أنا أزور فلان المريض لأن أصلا لما عملت العملية كلهم جوني. كلهم جولك؟ يعني زيارة أمام إيه؟ زيارة. احنا نروح ليه العزة فلان؟ يا اخي ما يسيبولناش عزاء ولا مهمة الا ويجوا يعزونا. يا ابن الحلال، هذا تؤدي حقا من حقوق اخيك عليك. ان اصابه طلب مرض عته، ان اصابته مصيبة عزه، ان اصابه خير هنئه، ان لقيته فسلم عليه، ان عطس فحمد الله فشمته، ان مات فاحضر جنازته. لان يوم القيامة هيطلع اخوك ده ويطالبك بحقوقه. ان للمسلم على المسلم 6 حقوق، يعني هي دي، لقيته سلم عليه، قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. في بيوت الزوج مقاطع زوجته 6 اشهر، الزوجة لا ترد على السلام، والزوجة تسلم عليه ما يرضاش يرد السلام. يا اخي سبحان الله، 3 ايام فقط هذه لك مع زوجتك ومع اي مسلم. لا يحل لمسلم، لا يحل ان يهجر اخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا. حتى بعض العلماء، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، بعض العلماء قالوا ان الملكين يتوقفان في اليوم الرابع عن كتابة اي حسنة للمتقاطعين، يتوقفوا. احنا يعني ما فائدة ان نصلي؟ ما فائدة ان نصنع الخير؟ ما فائدة ان احنا مسلمين؟ يا احبة، ديننا دين يجعل الانسان موصول بالله، والابتلاء اكبر وسيلة أن يصل الإنسان ويتواصل ويعود إلى رب العباد سبحانه وتعالى. فإذا أصبت بمصيبة وقلت إن لله وإنا إليه راجعون، تقول بعض كتب السير في طرائف العلماء، تقول الملائكة اصطلح العبد على مولاه وعاد الآبق إلى ربه. سبحان الله، رجع رجع خلاص. ماذا صنع عبدي لما أخذت ابنه وقبضت روح ولده وفلدت كبده؟ حمدك واسترجع. سبحانه يقول ابن لعبدي في جنتي بيتا وسموه بيت الحمد. الله، حتى الولد اللي مت صغير لا يضيع ثوابه. الام حملت 9 اشهر وفي الاخر مات، قال يقف على باب الجنة في ايه؟ ضوضاء. الاولاد الذين ماتوا صغارا
أبوا أن يدخلوا الجنة إلا بصحبة آبائهم وأمهاتهم، قال من صبر من آبائهم وأمهاتهم على موتهم ألحقوهم بهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. حتى من كرم الله في الجنة قال أن الأب والأم صالحين لدرجة عالية، فدخلوا في صحبة الحبيب مع الفردوس الأعلى، في الفردوس الأعلى. يجي ابنه يدوب يعني على قد حاله كده، فهو في ربض الجنة، فيروح كل يوم جمعة، ما فيش يوم جمعة هناك، بس يوم يوازي يوم الجمعة لأن ما فيش لا شمس ولا قمر ولا سبحان الله، فما فيش أيام، فيوم زي يوم الجمعة يسمى سوق الجمعة، يتسوق المسلم إيه فيه، ودي الحريم بتفرح من الحكاية دي أن في سوق، والنفقة فيه بسبحانك اللهم، كلمة السر العملة اللي تدفع سبحانك اللهم. المهم يوم الجمعة ده تروح تزور أهلك سبحان الله، وبعدين عند الزيارة تلاقي أبوك وأمك قاعدين في مملكة وعز مش عندك، فالله يرجعك مكسور الخاطر، لا خليك مع أبوك وأمك. والذين آمنوا واتبعهم ذريتهم بإحسان ألحقنا بهم ذريات سبحان. هو من الواجب، من الواجب في 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 القطارات والسفن وفي الطائرات، لو انت قاعد درجة اولى وحبيب لك قريب قاعد اخر كرسي في الطيارة عايز يتكلم معاك، المضيف يسمح له يجي يقعد ولا انت ترجع وراه؟ الله يسلمك. ها ما ده في الدنيا، في الدنيا انت ده كويس ما نزلكش تحت يعني سبحان الله، فانت اللي ترجع وراه، لكن في الجنة سبحان الله ليس فيها دني، لهم ما يشاءون عند ربهم لهم. وبعدين اول كلمة من استشعار النعم عشان درس الهم ايه؟ قال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، الله الذي احلنا دار المقامة من فضله، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب، ما فيش نصب يعني ما فيش تعب، انت تقوم الصبح يا عظمي يا صدري يا دماغي يا ضغطي يا سكري يا عم خلاص انتهينا الصبح، زوجتك كل يوم ما لقيتش حاجة تقول ياه فتحت النافذة اليوم حر، طب عايزين نعمل ايه يعني؟ نعيش في سويسرا مع بعض؟ ما هو حر، احمد ربنا عايشين والحمد لله رب العالمين بفضل الله. فالانسان يرضى بما قسم الله له، خلاص ما دام رضيت بما قسم الله له تكون النعمة عندك سبحان الله. والمؤمن الذي ينسى جانب النعم وشكرها هذا هو الابتلاء الحقيقي، فلا تنسى نعمة الله عليك واحمد الله على نعمة الإسلام. اللهم فك كرب المكروبين وأزل هم المهمومين واشرح صدورنا أجمعين واطرد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلقاكم في صلاة العيد إن شاء الله بإذن الله، كنا من أهل الدنيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.